هل القلب واستفتي قلبك هو ترجمة لأهمية وضخامة وعظمة الجسد المشاعري؟ أي أكيد إحنا تكلمنا إنه القلب هو المركز المادي، لأنه الجسد المشاعري كله مش جسد مادي، يعني ما نقدر نشوفه. لكن الصلة ما بيننا وبين الجسد المشاعري هو، أو المركز المادي للجسد المشاعري هو القلب. فلما في المقولة استفتي قلبك، أو في الأثر استفتي قلبك وين أفتوك الناس وأفتوك، أو وين أفتاك الناس وأفتوك، إنه أنت في النهاية في، على قولتهم، في كذا شعور، إحساس، فيه صوت، في صوت جوا يجي من قلبك يقول لك إنه لا يمين، لا يسار، لا قدام، لا وراء، لا وقف، لا افعل، لا تفعل. وهذا كل ما أنت فهمت مشاعرك أكثر، كل ما رسمت خريطتك وحطيتها قدامك وفهمت الواقع، كل ما كان الاتصال جدا عالي. تقدر يعني تقدر تسمع كأنك تسمع يعني أحد يتحدث معك. هذا هو القلب اللي يقولك إيه صح، لا غلط، يمشي ما يمشي، يصير ما يصير. لذلك لما تلقى مثلا شخص عالق في قرار طلاق 10 سنوات، تعرف إنه يعني عنده يعني جسد فكري جبار جبار جبار، جسد فكري ضخم، ويعني مسوي يعني شغل جنوني. 10 سنوات ما قدر يقرر، وخذ عليها أشياء كثيرة، قرار في هدف. يعني مثلا على سبيل المثال، تلقى شخص يحاول أن يحصل على هدف ل10 سنوات بعد. الله، 10 سنوات وأنت تحاول، 10 سنوات وأنت تحاول. من كم يوم كنت فاتحة التويتر وطلع عندي في التايم لاين، طلع عندي شخص يتكلم يعني ويقول إذا الباب ما انفتح اكسر الباب. إذا الباب ما انفتح اكسر الباب، استمر اضرب واضرب واضرب لما ينكسر الباب. واو واو، قد إيش يعني، قد إيش الشيء أهم من شعورنا، مع إنه أصل حنا بغيناه عشان شعورنا. يعني ونعتبر إنه هذا ذكاء وهذا شطار وهذا، إنه الشيء أهم من شعورنا. 10 سنوات من عمري ضاعت وأنا أصفق في باب ما ينفتح، وبعدين يجي أحد يقول لي بعد اصبري. إيه، ليش لا؟ يصير الأمل ينفتح، كسر البيبان. يا عمي، 10 سنوات طارت من حياتي بإحساس رديء، بشعور رديء، شعور بالفشل، شعور بانتظار. يا ربي، وش بيجي أصلا ورا الباب؟ الله أكبر، السعادة الأبدية اللي بتجي ورا الباب اللي قاعد انتظر 10 سنوات. وش دعوة؟ فأصلا يعني لو تسأل نفسك، طيب أنا ليش أطق الباب؟ هو فعلا أنا ليش قاعد أطق الباب؟ عشان أحصل هذا الهدف. ليش أنا أحصل هذا الهدف؟ عشان والله إذا حصلت هذا الهدف راح أحس بالفوز والانتصار. طيب في كثير بيبان مفتوحة تحس فيها بالفوز والانتصار، عشان بحس بالسعادة. في كثير أبواب راح تحس فيها بالسعادة. لكن وين المشكلة؟ المشكلة لما نكون إحنا عندنا فكر هو اللي يحدد الصح والغلط. لكن لما أنت عندك قلبك يقولك كأنها طولت، بيني وبينك يعني كذا يقولك إياها كذا بالسر، يقول ترى بيني وبينك كأن الموضوع طول، خلاص في باب ثاني هنا بجنب مرة وسيع وكبير ومنور وخطير ومفتوح، وراح وركض. بس مشكلتنا نحس لا أنا بصير فاشل، لا أنا بصير كذا، لا أنا بتذكر الفشل هذا، لا أنا لا أنا. وعلى فكرة أحب أقول لكل شخص مر بفشل ثم نجح، النجاح ينسيك شعور الفشل، ومر بباب مغلق ثم باب مفتوح، أحب أقول لك إنه الباب المفتوح ينسيك شعور الأبواب المغلقة وشعور الأبواب الموصدة أمامك. فنعم، استفتي قلبك، استفتي قلبك. والأزمة إنه إحنا مو قاعدين نستفتي قلوبنا، إحنا مشغولين بأجسادنا الفكرية كثير.
دائما لما يتكرر معي نفس التصرف يصير في هروب من المواجهة، ويظل يطلع هل عشان أكون أقوى؟ ممكن، بس أبغى ألفت نظرك لشيء جدا مهم. إيش الشيء اللي أنت تهربين منه؟ اسألي نفسك، إيش الشيء اللي أنا أهرب منه؟ أنا هذا الشيء أبغى أشوفه في الخريطة بوضوح، أبغى أشوف حجمه، عمقه، تداخله مع مشاعر أخرى، أبغى أشوف هو شلون قاعد يشتغل في الخريطة عندي، وشو أنا أهرب من إيش بالضبط؟ هل أنا أهرب من الغضب؟ هل أنا أهرب من الخوف؟ هل أنا أهرب من القلق والتوتر؟ يعني أنا ما أبغى أواجه لأنه أنا خايف، لأنه أنا خايفة، ما أبغى أواجه لأنه والله أنا ممكن أغضب وأدمر العالم. ليش ما أبغى أواجه؟ من ماذا أهرب؟ أنا أهرب من أي شعور؟ إيش الشعور اللي أنا أهرب منه؟ فأحتاج أعرف كثير عن هذا الشعور، وبرضو أحتاج وقتها أني أعرف أيضا مشاعري الإيجابية. لما تكون عندي خريطتي أعرف مشاعري الإيجابية، وأعرف مين من مشاعري الإيجابية راح تساعدني على تجاوز هذا الهروب. مين؟ يمكن عندي حب، يمكن عندي شجاعة، يمكن عندي طمأنينة، يمكن عندي أمان، يمكن عندي شيء أحتاج أني أنا أجيبه وأخليه حاضر وأخليه أكبر، عشان هو راح يساعدني على تجاوز هذا الهروب. أكثر شعور هو الخوف، وناس يقولون الغضب، كل واحد يعني حسب مكانه وحسب خريطته وحسب الكمية والعمق اللي عنده. إحنا ما نهرب كلنا من نفس القصة، ما نهرب كلنا من نفس الشعور، كل واحد يهرب من شعور مختلف، كل واحد يهرب من شعور مختلف. مرات أنت تهرب حتى من العار، يعني أخاف أواجههم ويفشلوني، كثير ماشية خاف أواجههم ويفشلوني، فهذا شعور بالعار. أو أخاف، ما أدري أخاف من إيش، بس يعني من المجهول أو بدمرهم، إنه بعدين بتندم طول عمري على إني سويت كذا أو. كيف أفرق بين صوت القلب والعقل؟ الشعور أحيانا يكون مزيف ويتغير بتغير فكري، كيف أعرف كيف أعرف الصح من البداية؟ تعرفين لما ترسمين خريطتك المشاعرية، لما تكون الخريطة قدامك تعرفين مين اللي قاعد يتكلم، مين اللي قاعد يتكلم؟ لما أقول أوكي أنا أبغى أروح لهذه الحفلة، تعال خلينا ندورها، موجودة عندي في الخريطة المشاعرية، موجودة ولا مي موجودة؟ هي موجودة معناها جاية من الفكر، مش جاية من الشعور. عشان كذا أهمية إن نرسم خريطتنا، أهمية إن خريطتنا تكون قدامنا وإحنا نعرف، هي كأنها زي القائد اللي تساعدنا إن إحنا نقرر نمشي، نتخذ هذا الهدف، نتراجع عن هذا الهدف، نتخذ هذا القرار، نتراجع عن هذا القرار، كيف نعدل مشاعرنا السلبية، إيش نطور من مشاعرنا الإيجابية، ايش الشيء اللي يستحق ان نشتغل عليه. مرات انت عندك مشاعر سلبيه كثيره، بس اي واحد فيهم يستحق ان يعني تضيع وقتك عليه؟ اي واحد. مرات تقول لك والله عندي حزن، مرات يجيني حزن، برضو مرات يجيني خوف، برضو مرات يجيني غضب، طيب اي واحد اشتغل عليه؟ اي واحد. يعني مو معقول انا اضيع عمري كله اشتغل من شعور سلبي لشعور سلبي لشعور سلبي لشعور سلبي لشعور سلبي لشعور سلبي، عايزه ما خلصت المشاعر السلبيه. طب وين أكثر واحد هو قاعد يديرني؟ وين أكثر واحد هو قاعد يلخبط حياتي؟ وين أعمق واحد؟ وين أكثر واحد هو قاعد يدمرني؟ وين أكثر واحد هو قاعد يقود المركبة؟ مين الشعور السلبي عندي اللي قاعد يقود المركبة؟ مين؟ مين الشعور السلبي عندي اللي قاعد يقود المركبة؟ هذا يبغى له تأديب. هذا الشعور السلبي اللي قاعد يعني يقود المركبة يبغى له تأديب، يبغى له أنت تقعد معاه وتتفاهم معاه وتخلص منه. كيف اطلع من التعلق واجذب الطرف الاخر؟ انت يعني في عمق 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 التعلق،
بطلع من التعلق عشان اجلب طرف اخر. مرة يعني طبقات طبقات الموضوع مرة طبقات. جاذبته يعني، بس يعني اعطوني يعني تغشيشة على الموضوع. يمكن ما يصلح كلش اصلا، يمكننا يعني يمكننا بايخ مرة كلش، يمكننا ما يسوى كلش، يعني يمكننا ترى أسوأ شخص في الحياة. ما في هذا الاحتمال؟ ما في هذا الاحتمال؟ يمكننا يعني، على فكرة أبغى أقول لكم شيء، خلنا نختم هذا الشيء الخطير. يمكن قلته في كورس غداء منتصف الليل اللي حضروا معي. لما تمر بعلاقة، هاي تقول لك يعني علموني طريقة عدم التعلق وكيف أجذب الطرف الآخر، يعني كلهم مع بعض، يعني الموضوع مرة يعني ضروري جدا. خليني أقول لك، لما تشعر أنه بينك وبين هذا الطرف سرعة وعمق في العلاقة، بسرعة 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 دخلتوا في بعض، عمق 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 سريع، مع وجود الكثير من خلنا نقول العلامات الاستفهام في بداية العلاقة، لكن ما رتبتوها، خليكي منتبهة، يعني تصير في نقطة فيها علامة استفهام وقلتوا لها عدي، في علامة تعجب عدي، في لغز هنا عدي، يعني سويتوا كثير كثير عدي 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 عدي، وخدتوا يعني الفراري الحمراء واسرعتوا كذا في العلاقة، عمق 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 وسرعة سرعة سرعة سرعة. في الغالب في الغالب في الغالب عندك رسالة يعني فيها أبو القيعان، هذه أبو القيعان، فحط رجلك من الآن. يعني هذه أحد علامات أحد علامات العلاقات الكارمية، يعني اللي جاية، يعني جاية تأديب، جاية من العيار الثقيل، تصير كذا عدي 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 بسرعة بسرعة بسرعة، كأنك يعني تبغين تحصلين على رسالة بأسرع وقت بأسرع وقت، بعدين تجي ضربة 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 من قاع أبو قاع. فالمرة الجاية اسألي كيف أفك التعلق، خلي سؤال للحال، وبعدين خلي سؤال الحال كيف أجذب شريك الحياة. هذه الحالة يعني على الأقل فكفك الموضوع.